الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الله الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لمئة حديث الحفظ، وقد بلغنا الحديث السادس ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثاني من رجب لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع عشر من الشهر الأول لعام 24 و2000، وقد بلغنا الحديث السادس. نعم، اقرأ الحديث صوت عالي شوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحمد لله، احنا اليوم واحد رجب، ليلة اثنين رجب، يعني باقي ايش؟ شهران إلا يوم على رمضان. وكما كان يقول شيخنا فلاح بن إسماعيل مندكر رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، يقول هذه ثلاث جوائز في رمضان يستقبلها المسلم وتستقبل المسلم، وهي أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان يعني له نافلة قبلية مثل الصلاة، كيف في نافلة قبلية ونافلة بعدية؟ نافلة رمضان القبلية صيام ايش؟ شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، فأذكر نفسي وإياكم الاستعداد لهذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا يعني على المسلم أن يقوم وأن يصوم رمضان وليلة القدر إيمانا بأن هذا الأمر مشروع، وأنه يحبه الله عز وجل، وأنه يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. أن ينطلق من هذا المبدأ بأن هذا الأمر مشروع شرعه الله عز وجل ويحبه الله عز وجل ويقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. واحتسابا يعني يرجو الثواب من الله عز وجل، لا يفعل ذلك سمعة ولا رياء ولا للصحة ولا لتخفيف الوزن ولا مع العادات والتقاليد. يعني وجد بعض الناس يصوم ولا يصلي، كل الناس صائم يصوم معهم، بل وجد بعض الخادمات في البيوت على غير الإسلام وتصوم مع أهل البيت، تصوم مع أهل البيت، تمسك إذا أمسكوا وتفطر معهم على أذان المغرب، هل يصح صومها؟ لا، ليست على الإسلام. من شروط قبول العمل أن يكون إيش؟ من مسلم، أن يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فهي لا تؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا، من قام رمضان إيمانا. إذن لابد أن يكون هذا نابع عن علم، عن إيمان، تعني بأن الله فرض هذا وشرع هذا، فرض رمضان صياما وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وهو شهر القرآن، ومحتسبا الأجر يعني ينتظر الأجر من الله عز وجل، يرجوه من الله تبارك وتعالى، لا يحتسب كلام الناس ولا متابعة تقاليدهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولا كما يروى في الحديث الضعيف صوم تصح من أجل الصحة، لا، إذا من أجل الصحة في هناك أمور أحسن من الصيام ممكن واحد إيش يتابعها، ببعض البرامج، بعض الرياضة، بعض المشي، وتأتي بإيجابيات صحية أكثر من الصوم. لا، الصوم عبادة لله عز وجل يحبها الله تبارك وتعالى، والقيام عبادة يحبها الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستحضر هذا دائما، أنه ماذا وماذا؟ أن ينطلق من العبادة إيمانا، مؤمن بأن الله شرعها ويحبها وأمر بها أو يعني مستحبة في الشرع، ومحتسب الأجر منتظر الثواب من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقال في الصبر ماذا؟ اصبر واحتسب. الصبر شيء والاحتساب شيء، وكثير من الناس يكرر كلمة اصبر واحتسب، يعرف معنى الصبر ربما ولكن ما يعرف ما معنى يحتسب. يحتسب يعني ماذا؟ يعني ينتظر الأجر من الله، يرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذا الفعل، سواء الصبر
أو قيام رمضان أو صيام رمضان أو قيام ليلة القدر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ما ترتب على هذا العمل. والأعمال التي يأمر الله بها رسوله تارة يذكر الله عز وجل فيها أجر يترتب عليها، وتارة يأمر بها دون أن يذكر الأجر المترتب عليها. ولكن ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والثواب المترتب على العمل هو داخل في عموم ماذا؟ في عموم الطاعات، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب ولماذا يذكر في بعض الأعمال الأجر المترتب على ذلك؟ ترغيبا، لأن كتاب الله وسنة رسول الله يا إخوان فيها ماذا وماذا؟ الترغيب والترهيب، والإنسان يعني يجدي في هذا الشيء كونه ترغب وترهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا ولا لا؟ فالرسل مبشرين ومنذرين، فيبشرون بمن أطاع الله عز وجل بالرضوان والجنان، وينذرون من عصى الله عز وجل بالعذاب والنيران والسخط من الرحمن، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الأجر المترتب على ذلك: إن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ما معنى ما تقدم من ذنبه؟ ما تقدم ما مضى من الذنوب، ولا ما تقدم الذنوب القدام اللي جاية في المستقبل؟ ها من يعرف؟ ها ما مضى، صح؟ ما تقدم. وذاك ممكن نتكلم في درس يقول تقدم معنا في الدرس الماضي قلنا كذا وكذا، يعني إيش مضى؟ صح. ويسمى العلماء الأقدمون، ها، وهذا مما قاله الأقدمون من السلف. والمشركون أيضا قالوا إيش؟ وجدنا أباءنا الأقدمون يفعلون كذا. فتقدم يعني مضى، واضح؟ فهنا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خاص مما خصه الله به عليه الصلاة والسلام، بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى ما لم يأتي قد غفر الله له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك يوم القيامة يأتي الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظر إلى فضل الله علينا نحن من أمة هذا النبي الذي إيش يا إخوان؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلاة ربي وسلامه عليه. إذن كل ما جاء في الأحاديث حتى لو لم تحفظه جيدا ما في إيش؟ ما تقدم وما تأخر، لا، كل حديث فيها ماذا؟ ما تقدم وهو ما مضى من الذنوب. هذه مسألة، فيغفر الله عز وجل هذا الثواب المترتب على العمل ما تقدم من ذنبه، ولا يقال وما تأخر، فقط ما تقدم. هذه مسألة. مسألة أخرى: من قام رمضان، يعني حتى تضمن أن يحصل لك هذا الثواب وأن يغفر الله لك ما تقدم، ماذا تفعل؟ تقوم رمضان كله، تجتهد بأن لا يفوتك شيء من القيام. انتهيتوا من النظر إلى الداخل؟ خلكم معي، انتهيتوا؟ ثلاث أرباعكم ينظر منك. متى يصدق عليك أنك قمت رمضان؟ إذا لم تفوت ولا ليلة تقوم، أنت حينئذ يرجى لك أنك قد إيش؟ أتيت بها العمل مترتب على هذا الثواب، وهو أنه غفر له ما تقدم من ذنب. ومن هنا نعرف أن كثير من الناس محروم، يقوم ليلة ويترك ليلة، يقوم ثلاث ليالي ويترك أربع ليالي، هذا تقصير في حق نفسك. هو شهر واحد، وإذا لازم إذا علمته، إذا علمت ماذا؟ أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيش؟ أجر قيام ليلة. يعني لو صلى الإمام نص ساعة، ساعة إلا ربع، لكن صليت معه حتى تنتهي صلاته، ليس معنى ينصرف يعني يخرج من المسجد، ينصرف يعني إيش؟ انتهت صلاته، صلى الوتر وانتهى. فإذا صليت حبست نفسك على هذه الطاعة العظيمة، وهي خفيفة جدا إذا كانت جماعة وهي مشروعة جماعة، ولو صلى اليسير من الليل يكتب الله عز وجل لك ماذا؟ قيام ليلة كاملة. ويرجى لك حينئذ أن ينطبق على هذا الحديث أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لو أن ترك بعض الليالي يرجى له، ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
لكن الأضمن حتى تضمن بأن إن شاء الله يكتب لك الأجر بالكمال والتمام أن يصدق عليك هذا الحديث بحيث تقوم كل الليالي. طيب لو سافرت في رمضان مثلا وتركت بعض الليالي هل يصدق عليك الحديث؟ نعم يصدق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. شوف فضل الله عز وجل. وإذا كان الشيخ الثيمين يقول: أكثر من نوافل حتى إذا تقدم بك السن، عجزت، عرض لك مرض، عرض لك شيء، يكتب لك ما كنت إيش تفعل في صحتك وقوتك. شوف هذا فقه اسمه استغلال واستثمار للأدلة الشرعية. فأنت تعمل الآن ولو تصوم كل شهر 3 أيام، تصلي من الليل ولو ركعتين، تتصدق ولو باليسير، وأنت متمكن. إذا عجزت يكتب لك الله ما كنت تفعل في صحتك وقوتك وحضرك قبل سفرك. طيب، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من ذنوب الصغار والكبائر ولا الصغار فقط؟ هذه مسألة. فبعض العلم يقول مثل هذا النصوص يغفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة نصوح إلى الله عز وجل. وإذاك جاء في هذا نص كما في الحديث الذي يأتي، لكن في لفظ نقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. طيب، إذن بهذا ظاهر الحديث ما اجتنبت الكبائر يدل على أن غفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، ليس إيش الكبائر. الكبيرة تحتاج إلى توبة نصوح، لكن هذا ليس بالقول الأوحد في هذه المسألة. بعض العلم يقول لا، فضل الله واسع، ولما لا، قد يغفر الله عز وجل بهذه الأعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه حتى الكبائر. طيب، وحديث ما اجتنب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، حديث صحيح وصريح، قال لا يمنع أن يكون فضل الله عز وجل زاد عباده بعد أن قال ما اجتنب الكبائر، جاءت نصوص أخرى من غير ذكر إيش اجتناب الكبائر. لا سيما أن في حديث في قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ واحد بيته على نهر وكل يوم ينزل بالنهر ويغتسل 5 مرات في الصباح والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من جسده على جسد أوساخ هو 5 مرات يغتسل في النهر؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة 5 يمحو الله بهن الخطايا. فقال ظهر الحديث هذا شبهه باغتسال النهر كم مرة؟ 5 مرات في اليوم والليلة، يذهب يعني صغائر الأوساخ وتبقى كبير الأوساخ؟ لا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى من درانه شيء. فلا مانع أن يكون الله عز زاد عباده من الفضل، فبعد ما كانت هذه الأعمال تكفر الصغار دون الكبائر، فلا مانع أن الله زاد عباده فضلا فجعل هذه الأعمال تكفر ماذا وماذا؟ الصغار والكبائر. لأن في عمومات من النصوص تدل على ذلك، كقول جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما قال الصغار، قال السيئات، والسيئات بالألف واللام تستغرق ماذا؟ كل السيئات، كل السيئات. لكن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر ما لم يوحد العبد ربه تبارك وتعالى. فيرجى للمسلم أن يغفر له وأن يكسب الحسنات الماحية للسيئات. هذا باب عظيم واسع، وما أوسعه وسعه الواسع العليم سبحانه وتعالى عباده. اعمل من الحسنات وارجو من الله عز وجل أن يمحو سيئاتك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي الحديث أن رجل اعتدى على امرأة وفعل معها ما يفعل مع الرجل مع امرأته، غير أنه لم يجامح، وأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو ندمان على ذلك. عمر الخطاب ماذا قال وهو يسمع؟ قال: هل سترت نفسك إذ سترك الله؟
هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يا عمر ها لا تقول ذلك؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على ماذا؟ على أن الأفضل واحد حتى لو تاب ها يحدث بما فعل أو لا يحدث؟ لا يحدث. خلاص أنا عرفتك هكذا ما شاء الله شكلك جميل ملتحيتك أنا حلو، لا تأتي وتفتح صفحتك السابقة تقول أنا قبل أستقيم كنت أفعل فواحش وكنت أسرق وكنت نصاب وكنت من أمرك بذلك؟ الله عز وجل إيش يحب الستر، وألزم ما يعني أولى من تستر على من تستر على من على نفسك. فعلت هذا بينك وبين ربك، والآن عرفتك أنا ما شاء الله بهذه الصورة الحسنة في المسجد ولا في الدرس. لا تقول كنت أفعل وكنت أفعل. بعض الناس ربما يأتي ببعض التائبين ها، واحد مدمن ولا واحد فاعل وفاحش ويقول قل قصتك قصة توبتك، ولا أمام التصاوير وأمام الناس يقول توبته، يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا وجد عند الناس في الغرب من المسلمين الجماعات هذه، يأتي يقول قصة توبته بفلوس ها، هناك محاضرات وكذا الشمول يفيد بعض محاضرات كبيرة وفي كراسي حضور ورجال ونساء، هذا يدخلون مثل ما يدخلون أي مسرحية أو أي سينما أو أي بتذاكر، حتى المحاضرات، حتى هذا اللي يأتي يقول توبته يكتب عقد بينهم لا يوقع المحامي أن أنا أقول توبتي وكذا وموضوع محاضرتي تدفع لي الكثر. هذه مما ابتلي به المسلمون، كان مشايخنا يقولون إيش علم مجانا كما تعلمت مجانا، تعلمنا مجانا علم مجانا، وتأتي تقول حق الناس يدفع فلوس و... طيب واحد ما عنده فلوس ما يدخل يسمع ها يسمع المحاضرة؟ سبحان الله العظيم. أنبياء كانوا يقولوا قام إيش وما أسألكم عليه من أجر. المهم أن يقص توبته ويسمعون الناس بفلوس، هذا خطأ. تبت استر على نفسك أول حتى أول. من قالك أن أول تعال إيش افضح نفسك؟ فهذا الرجل لما قال فعلت وفعلت قال عمر هل سترت نفسك؟ قد سترك الله. النبي صلى الله عليه وسلم إيش أخوان أقر عمر ها على أن لا يتكلم، ما قال لا يا عمر. ثم هذا لو تكلم وعرف الناس عنه، ترى بعض الناس ماذا يفعل ها يحتفظ بهذه المعلومة، ربما إيش عيره ذات يوم قال أصلا أنت نفسك معترف أنك أنت قايل أنك كنت نصاب، أنت قايل عن نفسك أنك كنت إيش صاحب فواحش، يوم تقول لي ذاك يوم إيه بس أنا صحتت بس كنت نصاب أنت باعترافك ها. ما الذي أخبره هذا نفسه أخبر عن نفسه. لماذا؟ ثم أن بعض الناس حتى لو تبت الله عز وجل يأخذ منك موقف صح؟ يعني واحد كان يفعل فواحش لا علاقات محرمة ثم جاء يخطب، هذاك في نفسه يقول هذا نفسه قال إنه هو كان إيش له علاقات محرمة وكان أصحاب من أصحاب الخمور، يمكن يرد مرة ثانية صح؟ أسلم لي أزوج واحد إيش ما سبق أن كان مدمنا أو كان سكيرا أو كان فاحشا صح ولا؟ ما الذي جعل الناس ما يزوجونك؟ ها لسانك أنت قلت عن نفسك، ما الذي دعك لهذا؟ فالله عز وجل ما أمرنا بهذا بل أمر أن نستر على أنفسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، حديث الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من المجانة أن يبيت الرجل يستره الله ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، ربك ساترك ليش تحدث؟ بل بلغ في الناس منهم من ماذا يفعل؟ يفعل ويصور نفسه وهو قائم يفعل الفاحشة أو المنكر، يصور نفسه بعد. هذا كله من الباطن من فتن هذا الزمان، ما اكتفى أنه عصى الله عز وجل، ما اكتفى أنه حدث، لا يصور وينشر، نسأل الله العافية. هذا حتى إذا جاء يتوب وربما يتوب الله عز وجل لكن ما زالت إيش صوره السابقة يتداولها الناس، هذا غلط وغلط كبير جدا. طيب إذن استر على نفسك، لكن هنا السؤال ما معنى كل أمتي معافى؟ هل يعني واحد فعل
الفعل الفاحش المنكر بالسر معافى يعني لا أثم عليه؟ الجواب كلا، حتى لو واحد فعل سرا من المعاصي أكيد عليه إثم. إذا ما معنى معافى؟ قال الشيخ العثيمين يعني معافى من كلام الناس، ما يقول عن الناس إيش؟ الفاحش، الزاني، السارق، الغشاش، فهو إيش؟ ما لم يتحدث وقد ستره الله، الناس ما لها إلا الظاهر. لكن إذا هو ذهب ويفضح نفسه وقال فعلت وفعلت، هل سيتكلم به الناس ولا لا؟ سيتكلم. من أخبرهم؟ هو أخبر عن نفسه فالناس يخبرون. فليس معنى معافى أنه لا بأس عليه ما لم يظهر منكره، ففي السر يرتكب المنكرات وفي العلن لا. لكن أيهما أهون؟ الذي يرتكب المنكر في السر والعلن، ولا الذي يرتكب في السر وفي العلن ما شاء الله محترم وصلي في المسجد وفي السر لك عليه عنده، أيهما أهون شرا؟ اللي في السر والعلن، ولا لا في العلن ما شاء الله عليه وفي السر؟ ها سؤال صعب شوي، إجابة أبو صقر. من واحد؟ أنا ما أعرف أي واحد ولا الثاني. أبو صقر، يلا أبو صقر. يسر على صح ولا لا؟ صحيح. على الأقل هذا إيش؟ ما زال فيه حياء من الله ومن الناس، تغلبه نفسه فتزل قدمه في السر. لكن ما بعض الناس هكذا يصور للشيطان، أنا ما أخاف من الله أخاف من الناس. يعني أنت مستأنس مبسوط أنك ما تخاف من الله؟ أنت بهذه الحالة ماذا تفعل؟ تشجع غيرك على المنكر، لأن فيك الناس إذا شاف هذا يفعل هذا يفعل قال يعني إيش؟ لست وحدي صح؟ كل الناس تفعل، إذا تعروا تعرى معهم. لكن لو رأى نفس الناس ما يفعلون ذلك، حتى لو كانوا في السر يفعلون لكن بالظاهر ما يفعلون، فإن حين النساء ما تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم، فالمجاهرة هذه سيئة جدا. الشيطان يقولك ماذا؟ يقولك يعني أنت تخاف ما تخاف من الله وتخاف من الناس، ما العمل حبيبي؟ العمل أنك أنت تتوب الله عز وجل وتخاف من الله وتستحي من الناس، هذا العمل. مش العمل لا خلاص خليني لا أخاف من الناس لا أستحي من الناس ولا أخاف من الله، فروح يجعلها إيش؟ سرا وجهارا. اجعلها سرا واجتهد على نفسك مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج مجاهدة النفس، جاهدة على أن تترك المنكرات في السر والعلن، مش أنك تترك تفعل في السر والعلن. بما أني ما أنا مستطيع أمسك نفسي في السر فخلينا أفعل المنكر ماذا؟ في السر والعلن. الشيطان هكذا يخطط. واحد يكلمني قبل قليل برا الكويت يقول يعني دائما أشعر أني إذا صليت رياء رياء رياء. طيب بعدين قال عشان مو رياء تركت الصلاة. خوش حل هذا حل أصلا. أنت تقول في كوسواس الشيطان إيش يقول لك؟ تصلي رياء 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 بعدين ها يعني لما صليت أنت ماذا فعلت؟ ماذا أطعت؟ ما الذي الشيطان يأمرك تصلي ولا يأمرك تترك الصلاة؟ تترك الصلاة. يعني لا تجعل نفسك بين حلين لا ثالث لهما، إما أصلي مخلص لله عز وجل أو أترك الصلاة. في حل ثالث وهو أن تصلي مخلص لله. رياء ما في أصلا. شوف إذا ما كان عندك هذا الإحساس أنا مراعي ولست مراعي، أنا مخلص ولست مشرور، هذا أنك ما أنت مخلص. لأن ماذا يا أخوان؟ المنافق لا يشعر بنفسه أنه، بالعكس المنافق غرى نفسه، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، ما قالوا صالحين، قالوا إنما نحن مصلحون، ما يبالي أصلا. هذا ذاك المسلم اللي يشوفنا اللي دائما على باله ماذا؟ أنا مخلص ولا مش مخلص، مجاهد مخلص ولا مخلص، يجاهد نفسه يجاهد نفسه يجاهد نفسه. أما اللي ما يشعر هذا دليل على نفاقه أصلا. فالخلاصة أن المسلم أن يجتهد، يترك الصغائر والكبائر ويأتي بالحسنات الماحل السيئات، ولا يفضح نفسه كما أنه لا يفضح غيره، وإنما يجتهد في طاعة الله عز وجل. فيرجى لكل مسلم أن إذا عمل بمثل هذه الأحاديث أن يغفر الله له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه، سواء إيش؟ الصغائر أو الكبائر. فإن كانت هذه الأعمال يغفر الله بها الصغائر دون الكبائر فحمد الله، فبها ونعمت أيضا. ترى سبحان، لأن هذه الصغائر
إذا اجتمعت تصبح ماذا؟ كبائر. صغيرة على صغيرة على صغيرة على صغيرة، ماذا تصبح؟ تصبح كبيرة، كما قيل إن الجبال من الحصى ومعظم النيران من مستصغر الشرر. حتى قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إياكم محقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما نضج عليه خبزهم، يعني يشعلوا نار وخبزوا عليها. من أين هذه النار؟ هذا بعود هذا بعود فأشعلوا نارا. فأنت لا تستهتر بالصغائر، لا تستهتر بالصغائر، بل أن هذه الصغائر إذا استهتر بها الإنسان صارت كبيرة، لأن صاحبه مستهتر بها. فذنب على ذنب على ذنب، ولكن ماذا تفعل؟ تجتهد في ترك الصغائر وتأتي بالحسنات الماحل السيئات، كالصلوات الخمس، كالعمرة إلى العمرة، كقيام رمضان، صيام رمضان، قيام ليلة القدر. إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أقرأ يا أبا أحمد. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. العمرة إلى العمرة، ما معنى العمرة مصطفى بالعربي؟ ما معنى العمرة؟ مش بالاسترالي يعني؟ ما تعرف العمرة اللي يذهبون إلى مكة يطوفون سبع أشواط؟ إيه. ماذا تفعل أنت لما تروح مكة لتطوف وتسعى؟ تزور. من هنا سميت إيش العمرة؟ عمرة لأن هي زيارة. خلاص يا مصطفى، العمرة لها زيارة، لكن هذه الزيارة زيارة لأماكن مخصوصة لأداء أفعال مخصوصة، مش أي زيارة. تزور مكان مخصوص وهو مكة، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، تحرم من أحد مواقيت وتطوف سبعا وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، والحلق أو التقصير، هذه العمرة. وهذا عمل جليل عظيم، لأن الحجاج والعمار وفد الله عز وجل. زائر من؟ زائر الشخصية الفلانية، المسؤول الفلاني، الأمير الفلاني، الوجيه الفلاني، العالم الفلاني. أنت زائر رب العالمين جل وعلا، هم هؤلاء ضيوف الرحمن. وأين يستضيف ربنا جل وعلا عباده؟ إلى بيته، بيت الحرام. فأنت لما تتعنى إلى إنسان كريم يقدر أمرك، إن شاء الله جاي من هناك زائرني، إي والله أنا مو قاصد إلا أن أزورك، حتى ما عندي مشوار بعدك من هناك، جئت لزيارتك في الله. هذا شيء عظيم جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله ملكا على مدرجته على طريقة، قال إلى أين؟ قال إلى أخ لي في هذه القرية. قال: هل لك من حاجة تربها؟ عندك شيء تنميه؟ مشاركة؟ حاجة؟ قال: لا، إلا أنني أزوره في الله. قال: فإني رسول الله لك، فإن الله قال: إلا أني أحببت في الله. قال: إني رسول الله لك، إن الله أحبك. هذا إذا زائر إنسانا، كيف إذا زائر الرحمن جل وعلا في بيته، بيت الله الحرام، سماه الله بيت الله، إيش إضافة تشريف. فإذا تعنى المسلم وذهب يزور بيت الله بعمرة، هذا شيء عظيم. احنا نقصر في حق أنفسنا كثيرا، يتيسر لنا العمرة يمكن ما نروح إلا مرات. في ناس يا أخوان يعني هذا يراه حلم من أحلامه أن يصل إلى بيت الله ليؤدي عمرة أو حج، سبحان الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بهذا الترغيب، فيقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالحج والعمرة، اسرع. كنا في زمن من حب أن يحج بالنور، تذكر ها، أركب اثنين أربعة، أركب سيارة روح. بدأت لهم تتصعب، قال: لا، ما يدخل للجنس، ها صوالي ما تدخل. بعد شوية تصعب، بعد شوية الآن صار إيش الحج إلا بتصريح، سبحان الله. هي فرص. فكان السلف يقول يعني بادر، قد
تتعب الراحلة، قد تذهب النفقة، يمكن يجيك شيء تصرف فلوسك، أو الراحلة ممكن إيش تموت الراحلة وتتعثر، إذا ما عندك راحلة سليمة وعندك فلوس بادر. فالمبادرة يعني شأن وعظيم في طاعة الله عز وجل. والحج المبرور ليس له جزاء، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له كذا وكذا، قال لا، إلا الجنة. والجنة هي غاية، الجنة غاية. حتى رجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صلاتك، يعني في دعائك، وقال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنت نبي وهذا عالم عمر صالح، تقولون دعاء طويل، أعرف لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندند، هذه الخلاصة ترى، فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز. فالذي يدخل الجنة معناه نجا من النار، هذا الفوز العظيم. فلذلك ما جاء من الأحاديث بنى الله له بيتا في الجنة إلا أدخل الله الجنة، هذه ينبغي المسلم يحرص عليها، لأن هي الغاية أصلا، لأن الجنة فيها رحمة الله عز وجل، وأما الذين ابيضت وجوههم ففيه رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنة الله. سميت الجنة رحمة الله لأنها من آثار رحمة الله عز وجل، ولأن في الجنة يحل رضوان الله عز وجل فلا يسقط أبدا، وأن في الجنة يحيون فلا يموتون، ويشبون فلا يهرمون، ويأكلون ويشربون ولا يبون ولا يتغوطون، يخرج ذلك رشح، يعني عرق، لكن أطيب من رائحة المسك، لا مسك الجنة بعد، ما هو مسك الدنيا. وينظرون الله عز وجل، وهذا ما من نعيم من أعظم من هذا النعيم، هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعطوا شيء أعظم من النظر إلى الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وليستمتع الإنسان بالنظر، نعم، كما ينظر الأشياء الجميلة الحلوة يستمتع بالنظر إليها، فما بالك إذا نظر إلى الله عز وجل والله أجمل من كل شيء. دليل، دراك أن الله أجمل من كل شيء، هل الله جميل يحب الجمال؟ شوف لقنتك الجواب، خال عيالي لازم أضبطه. هل الله جميل يحب الجمال؟ ما الدليل أن الله جميل؟ الله جميل. لازم أضبطه خال عيالي. ها شوف صح، لكن أجمل من ماذا الله عز وجل؟ أجمل من كل جميل. كيف عرفت؟ لأن ما الذي أعطى الجميل الجمال؟ من؟ الله عز وجل. فمعطي الكمال هو أولى بالكمال. إذا الله عز وجل علم، إذن هو إيش؟ أعلم من كل من، من كل ذي علم. إذا الله أعطى قوة فهو أقوى من كل قوي. إذا الله أعطى جمالا فهو أجمل من كل جميل. ما من مخلوق أجمل من الله عز وجل، الله أجمل من كل شيء، كما أنه أعلم من كل شيء وأقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأقدر من كل شيء، هو أجمل من كل شيء. فما بالك يا عبد الله إذا رأيت الله عز وجل، حتى النظر إلى الله عز وجل ينعكس ذلك على الناظر. فقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني إيش يا أخوان؟ من النضارة والبهاء والسرور. ما الذي جعل وجوههم بهية جميلة؟ من أثر إيش يا أخوان؟ النظر. أنت الآن لو تنظر لشيء جميل ولا واحد تحبه ولا واحد ثاني، شو يصير فيك صح؟ ولا لا؟ ها أبا محمد، لو ترى والديك في الجنة رحمة الله عليهم، أوه ما ودك تقوم من النوم، ها والديك شو في المنام، ها ما بالك لو التقى بهما في الجنة، ما بالك إذا رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا رأيت الله عز وجل. قيل لأحد السلف صف لنا الجنة، قال فيها محمد يكفي إيش فيها محمد، يعني تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها وصف دقيق، ها صح، قال فيها محمد. ماذا سيخلق الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا جمعك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفي أحسن الرفقة هذه؟ نبيون وصديقون وشهداء وصالحون، هذه الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما معنى المبرور؟ واضح المبرور أن يكون خالصا لله عز وجل. ولله، لمن؟ ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس لله أن يحجوا لله، لا كي يقع عنك حاج
أو كم حججت أو كم من حجة قد حججت. ها في بعض البلاد إذا حج الواحد وما عاد ينادون الحاج فلان يغضب، كيف يا أخي دافع لي كثر وكذا جاي تقول لي؟ يقال هكذا، واحد قال حسين، قال إيش حسين دافع لي ما أدري كم حسين، قول حج حسين، عندهم ما يصير تقول حج. ها لا لا يا أخي، ولله الحج لله عز وجل، كما أن العبادات كلها لله وحده لا شريك له. فالحج المبرور أولا حتى يكون مبرورا أن يبتغى بمي ماذا يا إخوان؟ وجه الله عز وجل. ثانيا أن يتبع به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بينما في الحج قال قال حجوا كما رأيتموني أحج، صح؟ ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم، لم يقل في الصلاة خذوا عني صلاتكم، ولم يقل في الحج ما حجوا كما رأيتموني أحج، لكن قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسك. لماذا؟ هذا جيبه أبو عبد الملك. حج كان موجود في غير النبي صلى الله عليه وسلم حج، ها؟ فيقول عني أنا لا لا حج فلان ولا حج فلان. أما الصلاة ما كان أحد يصلي هذه الصلاة ذات إيش؟ ذات الركوع والسجود. فقال صلوا كما رأيتم الصلاة. لكن الحج كان يحجون. الحج أذن بالحج من؟ إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني أنا لا عن غيري، خذوا عني مناسككم. فصار من الحج المبرور ماذا يا أخوان؟ أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون ثواب ثابت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الآن الحجاج يا أخوان؟ يقول واجب أو ليس بواجب، كذا وكذا، مستحب ولا مش مستحب أعمال الحج، ها نسوي كذا، يعني هذا مستحب ولا واجب؟ لماذا يسألون؟ حتى ينظروا، إن كان مستحبا فبلا ما دام مستحب، المهم الحج صحيح بلا، وإذا كان واجبا بعد إنها الله راجع نعم شو نسوي بعد؟ نسوي الواجب ما دام واجب. يكون إيش كان السلف يسألون عن المستحب ليأتوا به، أصبح الخلف ماذا يفعل؟ ها يسعى المستحب حتى إيش ليتركه، هو مستحب سيب ونسيب. ها يا سلام، شوف شوف الغفلة. ومثل هذا إيش يقولك؟ حرام ولا مكروه؟ لحظة لحظة لحظة، هو حرام ولا مكروه؟ ما المقصود؟ كان مكروه افعل ولا حرج، كان حرام إن الله رد حرام، لكن مكروه؟ المكروه ترى حكم الأحكام الشرعية، المكروه لكي إيش؟ لكي يترك، مكروه على مكروه على مكروه يقع الإنسان في الحرام، والمستحب حكم شرعي، مستحب على مستحب على مستحب، يكفر الله بالحسنات ماذا؟ سيئات. لا يا مسلم لا تجعل هذا منهجا لحياتك، تنظر في ما كان مستحبا فاتركه وما كان مكروها فانتهكه، لا العكس، ابحث عن المستحبات لتزداد طاعة لله عز وجل وتكسب الحسنات ما دمت حيا. ترى لو مررت بأهل القبور لو نطقوا لقالوا لك ركعتان خير لنا من بقية دنياكم، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ركعتان لصاحب هذا القبر خير من بقية دنياكم، ما عاد يقدر يركع ولا يسجد. انتبهتم؟ لا تقول هذه سنة اترك، صلي انصرف، تعالوا ما صلي، لا صليت سنة، سنة الحمد لله صليت الفرض. وبعض الناس يسمي السنن ايش؟ قشور، لا لا ما في شيء في الدين اسمه قشور، لكن لو تنزلنا وقلنا قشور فما الذي يحفظ اللب غير القشر، صح ولا لا؟ لو واحد يذهب يبيع فاكهة بلا قشر قال لا تعال أعطنا بقشرها بشيء محفوظ. فالسنن هذه سياج تحفظ لك الفريضة، فمن فرط فيها ما قاله أن يفرط بالفرائض. والمكروهات هذه اجتنابها أيضا، فقد استبرأ دينه وعرضه، من انتهكه وتعود على انتهاكه انتهك ايش؟ الحرام. لا تجعل هذا منهجا في حياتك، مستحب يعني اترك، مكروه يعني
افعل، لا بل مستحب أكثر منهم. فإنك يا عبد الله يوم القيامة إذا حصل لك نقص في الواجبات، فما الذي يرمم الواجبات؟ المستحبات. الله يقول الملائكة انظروا لعبدي هل له من تطوع، انتبهتم؟ لماذا؟ حتى يتمم النقص بهذه المستحبات. خذ من المستحبات ما استطعت، لا تهمل نفسك، أنت أولى بهذا الحسنات، أنت محتاج إليها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله أمك التي هي أمك ما تعطيك حسنة. إذا الرسول يقول اللهم سلم سلم، إذا الرسل يقول كل منه يقول نفسي نفسي، من عمل صالحا فلنفسي، انفع نفسك يا عبد الله. فهذا المفروض على المسلم أن يعلم، تحج اخلص لله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت بالواجبات والمستحبات وتجنب المكروهات فضلا عن المحرمات، لعل الله عز وجل أن يكتب لك ماذا؟ حجا حجا مبرورا. طيب الحج معروف حكمه واجب والتكرار منه مستحب وأحكامه طويلة، احنا لسنا عندنا الآن درس فقه، إنما حديث نعلق عليها بما تيسر. فلنأخذ الحديث الذي يليه، حديث الثامن، ارفع صوتك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. متفق عليه. نعم، التثاؤب أمر اعتيادي لكن يدل على النعسان والكسل. هذا كان نعسانا كان كسولا يأتيه التثاؤب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان. شيطان يحزن الإنسان، يخذله، يأمر بالسوء، يزهده بالخير، ما يحلو الراحة والنوم إلا عن ذكر الله، عند القرآن، فيأتيه يتغلب عليه. أليس بغريب؟ ماذا قال جل وعلا عن الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ما يتركك. إن استطاع أن يوسوس، أن يشكك، أن يكسلك، أن يخوفك، أن يبعدك. منذ آدم عليه السلام هو قال إيش؟ لا عزف فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر شاكرا. بين أيديهم وخلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان عدو. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا التكاسل كثر التثاؤب من الشيطان. فماذا نفعل؟ قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، إما أن يضع ثوبه أو يده أو يغلق فكيه حتى لا يتثاءب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال من تثاءب فقال ها، يعني أخرج صوتا، ضحك منه الشيطان. لكن لا يشرع أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب كما يفعله بعض العامة. إذا تثاءب تسمع يقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول لا تقول ذلك، قال إيش تدافع عن الشيطان أنت؟ لا، ما أدافع عن الشيطان، أدافع عن السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته شيء. لماذا ما قال لنا إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل قصر في تبليغ الدين؟ ما قصر. لكن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لأحد الطلاب حين كنا في الكلية، قلت له التثاؤب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب بدعة. قال أنت فيك عجلة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليش نسأل العثيمين؟ ليش نسأل العثيمين؟ رحنا للشيخ رحمة الله عليه، هو ماشي في الكلية، قال يا شيخ تثاؤب استعيذ بالله؟ قال لا. قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان، يقول للشيخ هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تثاؤب من الشيطان؟ قال نعم. على من نزلت هذه الآية؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، على من؟ قال على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الذي نزلت عليه الآية قال إذا تثاءب أحدكم فليرد ما قال فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
منهج، هذا منهج صح. النبي صلى الله عليه وسلم لنزع القرآن ها ما كان يفعل هذا الفعل ولا أمرنا به، ما أمرنا به. ما الذي يعجزه؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يحجزه أن يخبرنا بأن عند التثاؤب ها نقول أعوذ بالله من الشيطان؟ قد علمنا أن عند العطاس يقول أحدنا ماذا؟ الحمد لله. ليش؟ لماذا لم يعلمنا أن عند التثاؤب قولوا؟ لأنها ليس من السنة، ليس من الدين. فيرده ما استطاع ولا يخرج صوت، لماذا؟ حتى لا يضحك على الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يدعو للنشاط، ترك التثاؤب، ترك التكاسل. يستعيذ المسلم من ماذا؟ من العجز والكسل. العجز والكسل كأن بينهم فرق ولا نفس ها ولا نفس الشيء. قال لا، العجز أن تترك الشيء وأنت قادر عليه، تستطيع تفعل ومع ذلك تترك. يعني بإمكانك تصلي سنة المغرب ركعتين تروح تتركها، ما فيك إذا شاطف فيك وعندك وقت وأنت مستعجل وتتركها. هذا يقول لك عجز عن الشيء مع قدرته على أن يتركها. الكسل هو أن لا يستطيع أن يقوم بالشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ماذا وماذا؟ من العجز والكسل، من العجز والكسل. فهذا التثاؤب نوع من التكاسل، نوع من يعني قلة الرغبة. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يدعه وأن ينشط ولا يقول لنفسه، لأن شوف النفسية ضرورة جدا. إذا شاف نفسه واحد لا أنا تعبان أنا تعبان، حتى لو تعبان يصير تعبان. وإذا أقنع نفسه بأن لا أنا قوي أنا قوي يصير قوي، صحيح ولا لا؟ إذا قلت لنفسك أنا تعبان، مثل بعض الناس شيبنا ما ظل بالعمر كثر ما مضى يمشي معاه. قلت له شوف، اسمع عبد الكندري، قلت له شوف لا تسمع منك الكلمة هذه، تونا شباب تونا بادين احنا اصلا. قال لي والله، قلت ايوه انا عاد اسمعها منك، شيبنا شيء شنو شيبنا؟ انتبهوا لهذا الشيء. اذا قلت عن نفسك انا ما افهم، ما راح تفهم. اذا قلت عن نفسك انا ايش؟ والله تعبان. اذا قلت عن نفسك انا حظي اكشر، كل خسره اتخسر. لا، ما ينبغي هذا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال، شوف شوف كيف يرفع همه المسلمين، ايش قال؟ قال اذا سالتم الله فاسألوا الفردوس. ما تقول يا ربي لو آخر واحد أخرج من النار أدخل الجنة، المهم أني أدخل. لا، قال اسألوا الفردوس، الأمر أمر الله. وفاتح لك يقول إيش يقول لك رب العالمين؟ ادعوني استجب لكم، معطيك مفتوح. ليش أقول يا ربي يعني ها يا رب لو ترزقني لو بنت واحدة صار لها 10 سنوات متزوج، يقول يا رب لو بنت، أقول يا رب ارزقني ذرية صالحة. ما يعجز شيء رب العالمين. يا رب لو حصل لي لو واحدة مطلقة عندها 10 عيال، لا يا أخي يقول اللهم ارزقني. إيش الله ما يعجز شيء. أنت دعاك هذا نفسه يا إخوان عبادة لله. فلنتفق على ذلك. لا تقول أنا ما أفهم، لا تقول أنا الحفظ هذا أنا من يوم كنت بالمدرسة الحفظ ما أعرف أحفظ. لا، تعرف تحفظ، تعرف. قول أعرف يفتح الله عليك. لأن أصل التمني هذا إذا تمنى أحدكم فليكثر بأنه يدعو ربه. تمنى الخير يا عبد الله، تأمل الخير، أنفض الغبار. لا تقول ما أقدر أحفظ، لا تقول خلاص ما أصلح، لا راحت علينا، لا ما الحين ما، لا لا لا. الله لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء. زكريا السام كان طاعن في السن وزوجته عاقر، يعني من ما كان يتوقع، رزقه الله عز وجل وأخبره بأن هذا أمر الله عز وجل. خلاص، قال وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يعني ما كنت شيء خلقتك، ما يعجز الله شيء. بس أنت أقبل على الله عز وجل وانفض الغبار عنك وانفض الكسل وادع لك يا صاحب همة، أرفع الهمة وتحفظ بإذن الله وتفهم بإذن الله وتنجع بإذن الله وترزق بإذن الله. خليك مع الله متوكل على الله حق التوكل وابشر بالخير. لو أنكم تتوكلوا على حق توكله لرزقهم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح آخر النهار بطانا، لا عندها فريزر ولا عندها تخزين ولا عندها ها، ومع ذلك متوكل على الله ويرزقك الله سبحانه وتعالى. خلاص اتفقنا عبد الله؟ مو تقول أنا يعني ما، لا تقدر. شوف باكر
ولا البخار مسلم شارب شرب عبد الله وين ده ها. طيب نختم بالحديث الأخير. نعم أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. الله أكبر الله أكبر. الساعي، جاءت هذه الساعي محمودة في السنة ومذمومة. محمودة في ماذا؟ كمثال هذا الساعي إيش؟ على الأرملة والمسكين. ومذمومة إيش؟ في الفتن، الساعي في الفتن. الواقف خير من الساعي، ها؟ والقاعد خير من الواقف. والفتن تجتنب لا تجتلب. تجد الفتن بلوى، شيء عجيب، كيف خطط لهم الشيطان؟ تارة يفعلون تفجيرات وقتل. ليش؟ كفار أمريكي جايبه بلاد المسلمين يقتل حتى إيش؟ حتى لا يبقى في بلاد المسلمين. وتارة يحدثون أحداث، قال عشان نجر الجيش الأمريكي عشان نقتل أمريكا. ما عرفنا لكم مرة إيش؟ ها اقتل هذا عشان داخل بلاد المسلمين، مرة نعمل مشاكل عشان نجيب لهم عشان نقتل الكفار. إيش هالتفكير هذا؟ الفتن ها تجتنب. قل اللهم جنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، استعيذ بالله من الفتن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تسعى بالفتنة ولا ترغب فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيتم فاثبتوا، لك لا تتمنى. هنا الساعي، يعني هذا التعبير يدلك على ماذا؟ الإسراع. والإسراع قد أمرنا به كتاب الله عز وجل، قال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. كثير من الناس استقام كذا وإلا به ينقلب، نسأل الله العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا الشيء، فكان يكثر من يقول إيش؟ يا مقلب القلوب. لا ومقلب القلوب، قال: وما أكثر ما تقول يا رسول الله يا مقلب القلوب؟ قال: إن القلب أكثر تقلبا من ريشة بأرض فلات. ريشة كم مرة تنقلب؟ القلب ما سمي قلب إلا تقلبه، يقلب كثيرا وسريعا. فإذا ما ثبتك الله فأنت هالك لا محالة، تثبيت ثبات من الله عز وجل. لذلك على المسلم أن يحرص أن يسأل الله الثبات، أن يسأل الله ثبات، يبادر ويسارع. فهنا قال: الساعي على الأرملة. الأرملة من هي؟ الذي إيش؟ توفي زوجها. والمسكين، المسكين والفقير معنى واحد، الذي لا يجد كفاية. لكن إذا اجتمعت كلمة مسكين وفقير فأي الاثنين أدنى حالا؟ الفقير أدنى حالا من المسكين. فالمسكين لا يجد كفايته، عنده ما يكفي أسبوع بالشهر، أسبوعين، لكن ما عنده ما يكفي شهر كامل، أو عنده ما يكفي نص سنة، لكن ما عنده ما يكفي سنة. لكن الفقير لا، ما عنده شيء. إلا أن الفقير والمسكين إذا أطلق أحدهما، المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين، كقول جل وعلا: فيطعمه ستين مسكينا، يعني فقراء ومساكين. لكن لما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء رتبة أدنى حالا من المساكين. فالذي يسعى لإطعام الأرامل والمساكين و توفير السكنة، توفير الكسوة، ما يحتاجون إليه، فإن هذا من الأعمال الصالحة الجليلة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: أو كالقائم لا يفتر، يعني يصلي الليل كله، وكالصائم لا يفطر، يعني يصوم النهار كله. كتبت رسالة، سبحان الله، فهمت من هذا الحديث وغيره من الأدلة أعمال صالحة سماها الشارع أو الشرع جهاد غير القتال. ترى المسلم ممكن يجاهد في أشياء كثيرة. من بنص كتاب الله عز وجل الجهاد يكون إيش يا إخوان؟ بأموالكم وأنفسكم. المال جهاد أيضا. والسعي على الأرملة المسكينة، والسعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في جهاد عظيم. جهاد ماذا يا إخوان؟ جهاد العلم ونشر الحق
التوحيد والعقيدة والفقه وتعليم الناس، هذا أعظم الجهاد بالسنان. لماذا؟ لأن أصلا ما من عمل صالح، جهاد، صلاة، صيام، غيره، إلا وهو يعتمد على العلم. فمن جاهد بلا علم أو صلى بلا علم أو صام بلا علم ربما يفسد أكثر ما يصلح، ربما يأتي بالبدع. نشر تعلم العلم ونشره، لابد أن نعرف أن هذا جهاد عظيم. حتى القتال هو قتال أسهل بكثير من تعلم العلم وتعليمه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه أعمال صالحة، في جهاد لقطاع الطرق اللي يسمون ماذا أخوال المفسدين في الأرض، هذا جهاد أيضا. جهاد للمنافقين، المنافق ماذا أخوان ظاهره ماذا؟ الإسلام. والله قل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قال: كيف يجاهد المنافق وهو ظاهر الإسلام؟ قالوا: بإقامة الحج عليه وفضح ما هو عليه. إذا في جهاد ماذا وماذا؟ ها، للكفار، وفي جهاد المنافقين يكون بالحجة ويكون بالعلم ويكون بيان ما هم عليهم الباطل. وما أكثر المنافقين، تجدهم يعني يظهرون الإسلام ويظهرون المحبة ويظهرون التطور ويظهرون حقوق المرأة وتحرير الإنسان والتطور، وهو لا يضرب الإسلام من أصوله. فهذا محتاج من يجاهدهم ويبين عورهم ويبين محاسن الإسلام. فالسعي على أرى المسكين هذا نوع من الجهاد. قال: كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. لكن هنا كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر لا يعني هذا أنه يشرع قيام الليل كله بلا رقود، ولا يشرع، ولا يدل على أنه يشرع صيام النهار كله بلا إفطار. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن ثلاثة نفر أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها ماذا؟ قليلة. فقط هل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته؟ ماذا قالوا؟ قالوا: أين نحن من رسول الله؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بما اكتفى عليه، ضامن الجنة عليه الصلاة والسلام، لكن نحن اللي الله أعلم حالنا ومصيرنا، ماذا نفعل؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد، يعني بعد اليوم أصلي الليل كله بدون نوم. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ظاهر هذا ما قرروا لأنفسهم ظاهره حسن ولا سيء؟ حسن. قيام صيام وزهد في الدنيا. وفي رواية قال أحدهم: أما أنا لا أكل لحم أتجنب عبادة الله زهدا. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق منهم قبل أن ينكر عليهم: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وحمد الله أثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرق فليس مني، ولا قال: من زنى ليس مني، ولا قال، بينما قال: الذي يخالف سنته قال فليس مني. البدع في الدين أشد فظاعة وقبحا من المعاصي، لأن هذا يرى نفسه ماذا أخوان؟ يشرع من دون الله عز وجل ما لم يأذن به الله. والأصل العبادة أنها حرام، حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن الله لك أن تعبده بها. فقال لهم إيش؟ وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتبهوا لهذا. فإذا هنا كالذي يقوم ولا يفطر، مش ليس معناه أنه يشرع القيام بلا فتور، وإنما يكتب له كأنما قام الليل كله، كما جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
يكتب له أجر الليل كله، مع أنه لا يشرع له أن يقوم الليل كله بلا ركود ويشق على نفسه. وأيضا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أن من صلى مع الإمام يعني صلاة قيام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مع أنه إيش لا يشرع القيام كله بلا راحة ولا فتور، لكن يكتب الأجر كاملا كأنه قام الليلة كلها. فالحديث فيه الحث على السعي على الأرامل المساكين بأي صورة من الصور، سواء أنت تدفع أو تأخذ من غيرك أو تدل عليهم بأي صورة، فإن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما شاء الله عليك، شو اسمك؟ حافظها السورة هذه؟ الله مبارك، زين زادك الله من فضله، يا رب تحفظ القرآن كله، يا رب عبد العزيز يحفظ القرآن كله، قول آمين. آمين. زين عاد قول حق أمك تزلي شيء تمر شيء دعيت لك، ها يعني المكسوم، ها عزوزي ايه. المهم لا تستهين بالدعاء، والله يا أخوان قد تدعو دعوة صالحة ويكتب الله عز وجل فيها أجر عظيم. انتبهتم؟ الله تعالى أعلم، أكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.